وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني. سيد محمود، بعد التحية، نتحدث عن جهود مصر بشكل عام والتحالف بالتأكيد بشكل خاص في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. بالنسبة للتحالف الوطني للعمل التنموي، يعني مكوناته زي ما حضرتك تفضلت للتقرير 33 مؤسسة وجمعية كبرى، بيندرج تحت منها حوالي 25,000 مؤسسة وجمعية قاعدية. توجهنا للعريش من حوالي أسبوع أو 10 أيام السبت اللي فات على طول ب 106 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية وأغطية الشتاء وكل المستلزمات اللازمة لدخول القطاع. ولكن طبعا كان في صعوبة في الأول، تقريبا الناس قعدت حوالي أسبوع مرابطة أمام المعبر. صحيح. ولكن الحمد لله بدأت الشاحنات دي تدخل كل يوم 20 ل 25 30 شاحنة، ولكن لسه لغاية دلوقتي في شاحنات موجودة أمام المعبر بتدخل بالتوالي. عايز أقول بس إن التحالف الوطني سواء جمعية الأورمان أو باقي الجمعيات المكونة للتحالف ان شاء الله مستمرين في دعم قطاع غزه سواء بالادويه او المواد الغذائيه. بنجهز لقافله جديده دلوقتي ان شاء الله فيها كل المكونات المطلوبه داخل القطاع، وطبعا المكونات دي او الطلبات اللي بتطلب بتبقى بالتنسيق ما بين الهلال الاحمر الفلسطيني والهلال الاحمر المصري. صحيح. الحاجه بتدخل من خلال معبر رفح، بيتم تفريغ الحمولات بتاعه الشاحنات دي وبتستلمها ويستلمها الهلال الاحمر الفلسطيني في الشاحنات عنده بعد التفتيش والفحص. الحمد لله احنا متابعين كويس جدا الحاجه اللي دخلت ووصلت الحمد لله، سواء كانت ادويه او مستلزمات او مواد غذائيه بدات توصل احنا هناك. وبنامل ان الموضوع يستمر في دخول الشاحنات، ما تبقاش برضه كل يوم 20 شاحنه قليل جدا جدا جدا، الاحتياجات هناك عاليه جدا جدا. بنامل ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان يفضل المعبر مفتوح بصفه مستدامه ونقدر ندخل كل يوم 50 ل 100 شاحنه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق ليكم طبعا، وقلوبنا معاكم. استاذ محمود فؤاد، نائب رئيس جمعيه الاورمان، عضو التحالف الوطني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.